المحافل والمفاخر مئة عام من المآثر والتضحيات. نلتقي اليوم في قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر التي تقيم هذا الاستعراض العسكري افتخارا بما قدمه هذا الجيش من تضحيات عظيمة، بما كان له دور عظيم في اللوم عن هذا الوطن. يهزون الأرض ويدكونها تحت أقدام العدا، هم من أرعبوا قلوب عداهم وخطوا بخير. كل عام وأنتم بخير يا خيالة المنايا يا سور الوطن. مئة عام وهذا الجيش صامد وصنديد بكل فخر وعزة. فمن له جيش مثل العراق؟ ومن له رجال مثل هؤلاء الرجال؟ والمرور من أمام منصة الاحتفال وهم رجال الهندسة الآلية الكهربائية. هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في تنفيذ عمليات الإخلاق والإصلاح والإنقاذ، بالإضافة إلى أثناء الجروح جعلوا بيوت الآمنين لحوقا. فإن لم تكن نار يخاف لهيبها فلنار موقدهم غدوت مقودا. ما دام الموت حتم فاقتحم ميدانه حتى تقوم شهيدا. بهذه المناسبة أتقدم بأحلى التهاني وأجمل الأمنيات لشعبنا العراقي الباسل الذي نستمد منه العون بعد الله لأن نكون سيوفا بتارة نحمي الوطن. نحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيس جيشنا الباسل. هذه المسيرة الخالدة التي امتدت ما بين 1921 إلى 2021 مسيرة يعتز بها كل عسكري ينتمي إلى هذا الجيش العظيم. بمناسبة الذكرى 100 لتأسيس جيش العراق الباسل، جيش البطولات والتضحيات، هذا الجيش الذي دافع عن أرض العراق، ونهنئ مراجعنا العظام ونهنئ القائد العام للقوات المسلحة، ونقول لشعبنا في محافظة نينوى بأن فرقة المشاة 15 ستكون الحارس الأمين لهذه المحافظة، وستحمي الحدود وستقطع الأيادي التي تحاول أن تمس بأمن المواطن.